أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تعرفنا في المحاضرة السابقة عن أهم المصطلحات والتعريفات الخاصة بعلم السموم، وهي تعريفات مهمة جدا، سوف يتم دراستها في المواد اللاحقة. والآن وفي هذه المحاضرة الثانية سوف نستكمل التعرف على أهم طرق تعرض السموم والمواد السامة وطبيعتها وغيرها من المعلومات المهمة والخاصة بدراسة علم السموم. فلنتوكل على الله. أهم طرق تعرض المادة السامة اللي هي routes of exposure. exposure كلمة معناها التعرض. exposure كلمة معناها التعرض. routes معناها طرق التعرض للمادة السامة. أهم ثلاث طرق لتعرض المادة السامة هي عن طريق الحقن اللي هو الانجكشن، أو عن طريق الفم، أو عن طريق الانهيلينج أو الانهيليشن عن طريق التنفس. الانجكشن أو عن طريق الحقن، ويكون عادة تحت جلد، إما في الوريد أو في التجويف البطني أو تحت الغشاء البريتوني، اللي هي الحقن المتعارف عليه، والذي سوف نتكلم عن بعض أنواع من الحقن في الدقائق القادمة. الأورال الدخول المادة السامة عن طريق الفم تصل إلى الجهاز الهضمي، أو دخول المادة السامة عن طريق التنفس وتصل إلى الجهاز التنفسي. إذن فأهم طرق التعرض للمادة السامة ثلاث طرق، يا إما يكون بالحقن، المادة السامة تحقنها في الجلد، يا إما تحت الجلد مباشرة، يا إما فيها التجويف البطني يعني عن طريق البطن، أو عن طريق الغشاء البريتوني أو في العضل، وهذه الأنواع سوف نتكلم عنها لاحقا. أو أن تتعرض المادة السامة عن طريق الفم، ومن الفم إلى يدخل إلى جهاز الهضمي. إذن فالمادة السامة ممكن أن تتناولها يا أما عن طريق الفم، وبالتالي تصل إلى جهاز الهضمي. الطريقة الثالثة لدخول المادة السامة هي عن طريق التنفس. تنفس غازات مادة سامة مثل غاز H2S كبريتيد الهيدروجين، وهذا الغاز هو غاز سام، تتعرض عن طريق التنفس ويصل إلى الجهاز التنفسي ويسبب في العديد من المشاكل، أعلاها هي حالات الموت. هذا رسم يوضح أهم طرق دخول المادة السامة إلى جسم الإنسان، يا إما عن طريق الأنف اللي هو الانهيليشن يعني الأنف أو التنفس بصفة عامة، أو عن طريق الجلد عن طريق الحقن، أو عن طريق الفم الانجشن اللي هو الهضم، أو عن طريق الديرم اللي هو الامتصاص، امتصاص عن طريق الجلد. وهذه صورة توضح الثلاث أنواع. الحقن ودخول الجلد هي طريقة واحدة، اللي هي دخول المادة عن طريق الجلد، أو دخول المادة عن طريق الأنف ومنها إلى الجهاز التنفسي، الأنف أو الفم، حالة أن بعض الناس يتنفس من الفم، أو عن طريق الفم ومنها إلى الجهاز الهضمي. مراحل حدوث التسمم، يعني كيف يحدث التسمم؟ مراحل حدوث التسمم بداية من التعرض إلى الإخراج. هل نتكلم على هذا الموضوع بشكل مبسط؟ مراحل حدوث التسمم يسمى توكسيكاينتكس. توكسيكاينتكس اللي هي حركية المادة السامة داخل جسم الإنسان، اللي هو التعرض. تعريف المراحل حدوث التسمم هي عبارة عن وصف شامل لمراحل حدوث التسمم وتفاعل الحادث بين المادة السامة وجسم الكائن الحي. إذن فهي تفاعل حادث، تفاعل يحصل ما بين المادة السامة وجسم الكائن الحي، إذا كان كائن حي هذا إنسان أو حيوان أو حتى نبات. خطوات التعرض تنقسم إلى خمس مراحل. المرحلة الأولى اللي هي التعرض الإكسبوجر، أنت تتعرض، الشخص أو العامل أو أي شخص يتعرض للمادة السامة، تسمى التعرض اللي هي الإكسبوجر، تسمى التعرض الإكسبوجر. إذن فأنت تتعرض للمادة السامة. تعريف التعرض للمادة السامة يا أما يكون عن طريق الأكل، أو عن طريق الشرب، أو الشم، أو القرص، أو العظم.
إذن هذه أحد الطرق للتعرض للمادة السامة، يا إما عن طريق الأكل إذن من الفم إلى الجهاز الهضمي، وعن طريق الشرب أيضا من الفم إلى الجهاز الهضمي، أو عن طريق الشم هو الأنف أو حتى الفم ومنها إلى الجهاز التنفسي، أو عن طريق القرص والعض اللي هو من الجلد إلى الجهاز العصبي. هذه طرق التعرض. إذن فالشخص يتعرض إلى المادة السامة، هذه طرق التعرض للمادة السامة تسمى إكسبوجر. بعد ما يأتي عملية التعرض للمادة السامة ندخل فيما يسمى الامتصاص. من الاسم نعلم أنه هو امتصاص للمادة السامة التي تم التعرض لها. امتصاص absorption، absorption معناها امتصاص، absorption معناها امتصاص. إذن فهي امتصاص للمادة السامة التي تم التعرض لها exposure عن طريق الأكل أو شرب أو شم أو القرص أو العض. إذن فالامتصاص هي الطريقة التي يتم بها دخول المادة السامة وامتصاصها عن طريق الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي أو الجلد أو العين. إذن فعندما يتعرض الشخص للمادة السامة يتم امتصاصها. الامتصاص يا إما يكون عن طريق الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي أو الجلد، والعين أيضا من الأعضاء التي يتم التعرض للمادة السامة ويدخل عن طريقها المادة السامة. إذن فأول شيء هو التعرض للمادة السامة، ثم يأتي بعد ما تعرض الشخص للمادة السامة يأتي الامتصاص، امتصاص المادة السامة عن طريق الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي أو الجلد أو العين، أو عن طريق الحقن كما ذكرنا في المثال السابق. بعد ما يتم الامتصاص ماذا يحدث للمادة السامة؟ يتم عملية التوزيع، توزيع المادة السامة داخل جسم الإنسان، distribution. كلمة توزيع بالإنجليزي معناها distribution. distribution هو توزيع المادة السامة وانتقالها داخل جسم الكائن الحي وتوزيعها عن طريق مجرى الدم أو اللي هي الدورة الدموية. إذن فالتوزيع هو انتقال المادة السامة بعد أن يتم التعرض لها الإكسبوجر ويحدث لها الامتصاص absorption. تتوزع المادة السامة داخل جسم الإنسان ويحدث لها distribution، توزيع داخل جسم الإنسان. التوزيع يتم عن طريق مجرى الدم أو اللي هي الدورة الدموية. إذن بعد أن يتم الامتصاص، بعد أن يتم التعرض ثم الامتصاص يحدث عملية التوزيع. التعرض نأخذ مثال مبيد من المبيدات تم تناوله عن طريق الخطأ، يا إما شربا أو أكلا. المبيد حدث له امتصاص، الامتصاص يكون عن طريق الجهاز الهضمي، يكون عن طريق الجهاز الهضمي لأنه تم ابتلاعه عن طريق الفم، تم ابتلاعه عن طريق الفم. عندما يصل إلى الجهاز الهضمي من المريء إلى المعدة إلى الأمعاء يحدث له عملية امتصاص، يحدث له عملية امتصاص عن طريق الجهاز الهضمي وملحقات الجهاز الهضمي. بعد ما يحدث له عن طريق امتصاص لملحقات من الجهاز الهضمي وينتقل إلى مجرى الدم، ينتقل إلى مجرى الدم فيحدث له عملية توزيع، يحدث له عملية توزيع distribution، يحدث له عملية توزيع distribution. المادة السامة تتوزع إلى باقي أجزاء الجسم أو إلى الأماكن التي يصل إليها الدورة الدموية، وهي بالتالي جميع أجزاء الجسم. ويختلف طبعا التوزيع والتركيز على حسب نوع وطبيعة وتركيز المادة السامة والكائن الحي. بعدما تعرضنا للمادة السامة وتم امتصاصها، بعدما تعرضنا exposure وتم امتصاصها absorption وبالتالي حدث لي عملية توزيع distribution، ماذا يحدث للمادة السامة؟ تحدث لها نوعين، يا أما أن يتم التخزين أو أن تنتقل وتتغير من صفاتها الحيوية اللي هي يحدث لها الاستراج، أو يحدث لها بايو ترانسفورميشن أو الانتقال أو التغير. يا أما المادة السامة أن يتم تخزينها داخل جسم الإنسان أو يحدث لها تحولات وتغيرات، هنأخذها بالتفصيل، يا أما تغيرات بايو كيميائية اللي هي تسمى فيها بايو ترانسفورميشن.
الاستوراج والبايو ترانسفورميشن، التخزين والانتقال والتغير الحيوي، هي تعريفها كيفية تخزين المادة السامة داخل أنسجة الكائن، أو طريقة تحوير التركيب الكيميائي للمادة السامة مما يؤدي إلى نزعة سمية اللي هي تسمى detoxification. عملية التخزين وعملية التحول المادة التحول الحيوي للمادة السامة. نعطي مثال، مادة الرصاص أو مادة الزئبق. الزئبق من المواد السامة، من الهيفي ميتالز، المواد المعادن الثقيلة. عندما يتعرض لشخص، نعطي مثال على المادة، عندما يتعرض لشخص الإكسبوجر ويقوم بامتصاصها عن طريق الجهاز الهضمي اللي هو absorption، ويتم distribution توزيعها داخل الجسم عن طريق الدورة الدموية، هذه المادة تصل إلى الكبد وتصل إلى العظام. وأفضل مكان لتخزين الهيفي ميتالز بالنسبة للزئبق والرصاص هو في العظام. فعندما يتم تخزين المادة الهيفي ميتالز اللي هي الرصاص أو الزئبق في العظام، أحيانا تتطور وينتقل ويتم تغيير وظيفة الخلية وتصبح خلية مسرطنة أو أن يتم نزع هذه السمية بعملية تسمى detoxification. بعد ما يحدث لها توزيع وثم جزء من المادة السامة تخزن وجزء منها يتم يتحول، هناك جزء من المادة السامة يحدث له excretion أو elimination، إخراج. الإخراج هو طرد المادة السامة من داخل الكائن الحي عن طريق الإخراج كالبول والعرق. إذن الإخراج هو طرد المادة السامة من داخل الكائن الحي عن طريق الإخراج كالبول والعرق. إذن فالمادة السامة، تعرض المادة السامة، توزيع المادة السامة، تعرض المادة السامة، امتصاص المادة السامة، توزيع للمادة السامة. المادة السامة يحدث لها أحد ثلاث حالات بعدما يعني يتم توزيعها داخل جسم الإنسان. جزء منها يا إما أن يخزن داخل الأعضاء التي يفضلها المادة السامة، وجزء منها قد يتحول إلى التحول الحيوي، وجزء منها يخرج من جسم الكائن الحي عن طريق البول أو العرق أو حليب الأم، أو عن طريق الإفرازات التناسلية، أو عن طريق الزفير. وسوف نتناول ببعض من التفصيل عملية الإليمينيشن أو الإكسكريشن. هذه صورة توضح عملية الأبزوربشن. الأبزوربشن هو الامتصاص على سبيل المثال، عن طريق طبعا الرسمة الموجودة هي الرئة، إذن فهو عن طريق الجهاز التنفسي، الأنف إلى الجهاز التنفسي. ثم distribution، يحدث عملية distribution distribution كما هو واضح. distribution هو طبعا عن طريق الدورة via blood، اللي هو عن طريق الدورة الدموية، عن طريق القلب، من القلب إلى الدورة الدموية. يحدث لها metabolism اللي هي التحولات، تحولات كيميائية اللي هي الميتابوليزم. ميتابوليزم اللي هو الأيض، عملية الأيض الميتابوليزم. على سبيل المثال تحدث عمليات تكسير المواد السام، كما هو واضح في الصورة أمامنا، عملية الأبزوربشن عن طريق مثلا كما هو موضح في الصورة عن طريق الرئة. إذن فهو عن طريق التنفس من الأنف أو الفم، ومن الأنف أو الفم تحدث عملية distribution اللي هو توزيع عن طريق via blood، اللي هو via blood اللي هو عن طريق الدورة الدموية. ومن ثم من الدورة الدموية إلى عملية الميتابوليزم اللي هو الأيض، ويكون الأيض هو تكسير المواد السامة، يكون كما هو جراف رسم يوضح التوكسيكان اللي هو ما تحدثنا عنه، اللي هو عملية التعرض للمادة السامة، زينوبيوتك. زينوبيوتك معناها المادة السامة من أصل صناعي وليس طبيعي. زينوبيوتك اللي هو اللي احنا ممكن أن نعرف أنه هو
الأدوية زينابيوتيك يحدث لها absorption اللي هو عن امتصاص، والخطوة الثانية distribution اللي هو التوزيع عن طريق البلد الدم، يحدث له ميتابوليزم اللي هو عملية التكسير المادة السامة اللي هو عملية الأيض، ويحدث له أخيرا الإكسكريشن اللي هو عملية الإخراج، يا أما يكون عن طريق الكدني أو عن طريق الكبد أو عن طريق التنفس أو اللعاب أو عن طريق الدم عن طريق الحليب الأم. مجالات علم السموم، هناك العديد من مجالات علم السموم التي سوف نتطرق إلى عناوينها فقط مع بعض التعريفات الملخصة لأنواع ومجالات علم السموم. هناك علم السموم البيئي أو علم السموم البيئية. ما المقصود بعلم السموم البيئية؟ هو العلم الذي يدرس تأثير المادة السامة على النظام البيئي، تأثير المادة السامة على النظام البيئي. فما تأثير المادة السامة على النظام البيئي؟ النظام البيئي هو نظام متكامل، هو تفاعل ما بين الكائنات الحية والكائنات الغير الحية، أي تأثير المادة السامة على الهواء والتربة والماء والغطاء النباتي والكائنات الحية سواء حيوانية أو نباتية. ومن ضمن مجالات علم السموم، علم السموم الاقتصادي أو الصناعي، وهو علم السموم الذي يدرس المادة السامة وفائدتها والإنتاج الاقتصادي وتأثيره، مثل صناعة الصناعات الدوائية، مثل صناعات المواد الكيميائية التي تدخل في العديد من الصناعات، مثل صناعة المبيدات، مثل صناعة الأسمدة، وهي من الصناعات ومجال علم السموم واسع جدا ومهم جدا في الجانب الاقتصادي أو الصناعي. علم السموم الشرعي أو الجنائي، وهو علم السموم الذي يدرس المواد السامة واستخداماتها اللا شرعية في الحالات الجنائية، في حالات الشروع، في القتل أو الانتحار، وهو علم السموم الشرعي أو الجنائي. علم السموم الكيموحيوي، وهو علم السموم الذي يدرس تأثير المادة السامة وكيمياء المادة السامة داخل جسم الإنسان وتأثيراتها. عندما يتم دخول المادة السامة، ماذا يحدث للمادة السامة داخل جسم الكائن الحي؟ علم السموم الكيمو حيوي، الكيمو معناه اختصار لمادة كيمياء، حيوي معناه كائن حي، هي تأثير المادة السامة على الكائن الحي. علم السموم السلوكي، وهو تأثير المواد السامة التي يتعرض لها الإنسان على سلوكياته، مثل تأثير المواد المخدرة على السلوكيات الشخصية. علم السموم الغذائي، وهو دراسة المواد السامة وتأثيراتها وفساد الأغذية في جميعه وأنواعه وأسبابه والكائنات المسؤولة عليه والمواد السامة التي تسبب في تسمم الغذائي. علم السموم التحليلي، وهو علم السموم الذي يدرس بأدق التفاصيل تحليل المادة السامة وتأثيراتها. علم السموم البيطري، وهو علم السموم الذي يدرس تأثير المادة السامة، وعندما نقول مادة سامة من ضمنها اللقاحات والأمصال والأدوية، على الكائنات الحية، سواء كانت الحية هذه بجميع أنواعها، سواء كانت حية اقتصادية أو كائنات حية برية. المهم أن يكون على جميع أنواع الكائنات الحية، من الماشية، الأبقار، الجمال، الدواجن، والكائنات الحية الحيوانية الاقتصادية. علم السموم المهني، وهو العلم الذي يدرس تأثير المواد السامة على العاملين، وهو العلم الذي يدرس تأثير المادة السامة على العاملين، وهو هذا الذي نتناوله في بعض كأمثلة في المقرر المقدمة في علم السموم. علم السموم الزراعي، وهو العلم الذي يدرس المادة السامة والاستفادة منها في مجال الزراعة، مثل استخدام المبيدات الزراعية والأسمدة وغيرها من المواد، والتي تتضمن مادة سامة ويسمى علم السموم الزراعي. والآن سوف نتكلم عن مصادر السموم أو مصادر المادة السامة. أهم مصدرين من مصادر المادة السامة، يا أما أن يكون من مصادر طبيعية أو أن يكون من مصادر صناعية. مصادر طبيعية، أهم المصادر الطبيعية للمادة السامة
إما أن يكون رقم واحد من مصدر حيواني ويسمى الزو توكسين، وهو من المصطلحات التي تم دراستها في المحاضرة السابقة، من مصدر حيواني مثل سم الأفاعي والعقارب والحشرات والعناكب، وهي من المصادر الطبيعية المتعارف عليها التي هذه الكائنات تفرز مادة سامة. اثنين، مصدر نباتي هو يسمى الفايتوتوكسين. الفايتوتوكسين وهو من المصطلحات التي تم دراستها في المحاضرة السابقة، يا أما يكون زو توكسين مصدر حيواني، أو اثنين من مصدر نباتي يسمى الفايتوتوكسين. الفايتوتوكسين مصدر نباتي، يا أما يكون نباتات راقية، كلمة نباتات راقية في تقسيم النباتات، هناك نباتات راقية وهناك نباتات دنيئة. نباتات الراقية هي النباتات التي نستطيع أن نراها بالعين، سواء كانت نباتات صغيرة قزمية أو نباتات عالية أو كذا، فهي من النباتات تصنف من النباتات الراقية، مثل الداتورة والشكران والخشخاش، وهي من النباتات تفرز المادة السامة أو يؤدي تناولها إلى تسمم، أو الخشخاش أو الحشيش أو نبات الكوكايين والتبغ. الخشخاش والحشيش والشجران والكوكايين، وهي من النباتات المخدرة، من النباتات المخدرة. والتبغ معروف أنه النبات يدخل في صناعة السجائر، وهو من النباتات التي تسبب تسمم للكائن الحي. ب، نباتات دنيئة. دنيئة هي أقل مرتبة من النباتات الراقية، مثل الطحالب والبكتيريا والفطريات. مثل الطحالب، وهي الطحالب هي الطحالب تعيش في بيئة المياه. البكتيريا لا نستطيع أن نراها، وهي متواجدة تقريبا في كل مكان. والفطريات، أنواع من الفطريات نستطيع أن نراها، وأنواع من الفطريات لا نستطيع أن نراها إلا عن طريق المجهر المكبر. ثلاثة، المعادن مثل الزئبق والزرنيخ والرصاص والنحاس والكوبالت، وهي إذا كانت مختلطة بسطح الأرض أو يتم استخراجها عن طريق عملية التنقيب والاستخراج من الكهوف، فهي تسمى مصادر طبيعية: الزئبق، الزرنيخ، الرصاص، النحاس، الكوبالت. بعض أنواع الإشعاعات الكونية مثل غاز الأوزون. غاز الأوزون هذا غاز موجود طبيعي بشكل طبيعي في الكون، ولكنه غاز سام عند التعرض له بجرعات محددة، وهي يسبب عملية التسمم. فإذن هذه هي المصادر الطبيعية. ثانيا، المصادر الصناعية، المواد السامة ذاتها مصدر صناعي، وفي الغالب تكون مواد كيميائية، في الغالب تكون من مواد الكيميائية مثل الأدوية. إذن فالأدوية هي مصدر من مصادر المادة السامة. الأدوية طبعا هي الأدوية التي نستخدمها في العلاج بجميع أشكالها، إذا كان حقن أو مواد سائلة أو حبوب أو إشعاعات، وهي تسمى أدوية. اثنين، مبيدات حشرية مثل مبيد الدي دي تي ومبيدات مكافحة القوارض والفئران والحشرات، وهي مبيدات حشرية، وهي من السموم الصناعية. ثلاثة، مشتقات البترول مثل البنزين والغاز واللي هو الكيروسين، وهي من المواد تعتبر مواد السامة. أربعة، المنظفات الكيميائية، جميع أنواع المنظفات الكيميائية التي مثل الصابون السائل والبوتاس والمنظفات والمطهرات التي تدخل في عملية النظافة المنزلية أو في نظافة المستشفيات وتعقيمها وتطهيرها، فهي تعتبر من المواد السامة ويطلق عليها منظفات كيميائية. خمسة، الغازات السامة مثل أول أكسيد الكربون والكلور والنيتروجين وغيرها من المواد السامة على شكل غازات، تسمى غازات سامة، وهي غازات ناتجة من عملية الإنتاج أو من عملية التصنيع في المصانع، التي يؤدي عملية مراحل التصنيع فيها إلى إنتاج مواد غازات سامة. ستة، الإشعاعات، وهي الناتجة عن الانفجارات النووية، والانفجارات النووية سواء كانت عن طريق الحروب أو عن طريق التجارب النووية، فهي تنتج عنها إشعاعات سامة. تؤدي هذه الإشعاعات إلى العديد من الأمراض
الأمراض المزمنة وإلى العديد من الطفرات والتشوهات الجينية التي تحدث لمن تعرض له بجرعات عالية جدا وعلى مدى طويل. 7. المواد البلاستيكية أو مواد بلاستيكية وغيرها مثل المواد الفايبر مثل الأسبستوس، وهي مواد كيميائية تسبب تعرض لها باستمرار يسبب في أمراض سرطانية. ومن أهم عناوين دراسة علم السموم هي الجرعة دوزس. الجرعة، ما معنى كلمة الجرعة؟ هي كمية المادة الكيميائية المعطاة للكائن الحي في فترة زمنية محددة. نعود من جديد التعريف، هي كمية المادة الكيميائية المعطاة للكائن الحي في فترة زمنية محددة. إذن فعندنا مادة كيميائية تعطى لكائن حي، سواء كان هذا الكائن الحي إنسان أو حيوان أو نبات، في فترة زمنية محددة، قد تكون يوم أو ساعة أو دقائق أو شهر أو حتى سنة أو مدى الحياة. فهذه تسمى جرعة، كمية من المادة الكيميائية. فنعتبر أن الأدوية هي من المواد الكيميائية. لو فرضنا أنك ذهبت إلى طبيب مريض، ذهبت إلى طبيب فيعطيك كل الجرعة العلاجية، ملعقة مثلا من دواء ما سائل يعطى لمدة أسبوع أو لمدة شهر. فالكمية من المادة الكيميائية هي الملعقة في فترة زمنية هي الشهر، أو 3 حبات في اليوم، وهي شكل من الحبوب وهو شكل صلب للمادة الصيدلانية اللي هي الدواء، أو أن يكون حقنا فهي كمية محددة. إذا كان الحقن بالسي سي اللي هو 3 سنتي 4 سنتي 5 سنتي، فهي تحقن لفترة معينة مرة واحدة أو 3 مرات حقنا تحت الجلد أو في العظم، وتتمثل في وزن المادة المراد قياسها. وحدة الجرعة هي مليغرام لكل كيلوغرام. وحدة الجرعة مليغرام لكل كيلوغرام. ما معنى مليغرام لكل كيلوغرام؟ هي الوحدة الأساسية للجرعة. معناها مليغرام هي كمية المادة الكيميائية التي تعطى كيلوغرام هو وزن الكائن الحي، التي تعطى للكائن الحي. مليغرام هي المادة الكيميائية، والكيلوغرام هو وزن الكائن الحي. لو فرضنا أن كائن حي وزنه 100 كيلوغرام، شخص ما ذكر بالغ وزنه 100 كيلوغرام، والمفروض أنه يأخذ علاج. هذا العلاج واحدة متاع جرعته مكتوبة في النشرة الطبية أنها 2 ميلي جرام لكل كيلوغرام. فكيف يتم حساب الكمية المناسبة التي تعطى للكائن الحي حتى يتم فعلا التأثير عليها؟ يتم ضرب 2 ميلي جرام في وزن الكائن الحي اللي هو 100 كيلوغرام، فالمفروض أنه يأخذ 200 ميلي جرام لكل كيلوغرام. المفروض أن يأخذ 200 ميلي جرام من المادة الكيميائية حتى تستطيع هذه المادة الكيميائية أن تقوم بتأثيرها المناسب. ومن الصور الأخرى للوحدات الجرعة باستثناء ميلي جرام لكل كيلوغرام هي مايكروغرام لكل كيلوغرام، وهو جزء من المليون من الجرام 10^6. نانوغرام لكل كيلوغرام هو جزء من البليون من الجرام 10^9. بايكوغرام لكل كيلوغرام هو جزء من التريليون 10^12. الفيمتوغرام لكل كيلوغرام هو جزء من الألف من التريليون 10^15. إذن فهذه صور وحدات الجرعة، ولكن المعتاد علينا أن نجد أن الوحدة اللي هي المتداولة مليغرام لكل كيلوغرام. طرق التزريع، طرق التزريع للمادة السامة. ما معنى كلمة طريقة؟ طريقة هو أسلوب التزريع. التزريع اللي هو إعطاء الجرعة للكائن الحي. التزريع هو إعطاء الجرعة للكائن الحي. ولكي تعطى كلمة الجرعة اللي هي الدوز دلالة واضحة ذات معنى، ينبغي توضيح طرق التزريع. طرق التزريع يعني كيف نعطي الجرعة للكائن الحي. الجرعة تعطى عن طريق الكائن الحي عن طريق 6 طرق. يا إما جرعة عن طريق الفم اللي هو عن طريق الدواء، ويعتبر التزريع عن طريق الفم الأكثر قبولا والأفضلية، وخاصة في التجارب الحيوانية أو في العلاجات. وفي هذه الحالة يمكن تزريع المادة الكيميائية إلى القناة الهضمية مباشرة، طبعا لما يأخذها عن طريق الفم تذهب مباشرة إلى القناة الهضمية أو عن طريق الطعام أو الشراب، ويتم خلطها عن طريق الطعام أو الشراب. من الطرق الثانية للتزريع
هو الحقن بالعضل، الحقن بالعضل انترا موسكولار. اختصارها اي ام، اختصارها اي ام انترا موسكولار. الحقن تحت الجلد، الاسلوب الثالث من الحقن هو الحقن تحت الجلد. الانترا بوتنشال، الانترا بوتنشال اي بي تحت الجلد. الاسلوب الثالث معامله سطحيه توبيكال، توبيكال تريتمنت معامله سطحيه. الاسلوب الخامس من التجريع او من طرق التجريع الحقن الوريدي، الحقن الانترافينوس اي في حقن الوريدي. الحقن بالعضل طبعا حقن بالعضل هو معروف في مكانه اسفل الظهر. الحقن تحت الجلد هو حقن الابره تحت الجلد، وخاصة في وتعطي هذه الطريقة وخاصة في الكشف عن مدى حساسية الأدوية للكائن الحي. على سبيل المثال البنسلين، دواء البنسلين، في هناك أشخاص طبعا ذوي حساسية عالية لدواء البنسلين، فيعطى حقنة تجريبية تحت الجلد في حالة أنها تورمت أو انتفخت أو ظهر عليه أي أعراض ثانية، فإن الشخص يعتبر مصاب وحساس ضد مضاد الحيوي البنسلين. المعامله السطحيه ممكن اللي هي كالدهانات، هو طريقه احد طرق دخول الماده الكيميائيه او الماده السامه الى الجسم هو عن طريق الجلد، هي معامله سطحيه مثل الدهانات او الكريمات الموجوده المتعارف عليها. الحقن الوريدي هو الحقن في الوريد. الطريقه السادسه في التجريع هي عملية تجريع بالمركبات الغازية اللي هي الغازز والقابلة للتبخير، فإن طريقة التجريع هو عن طريق الاستنشاق الانهيليشن، ويمكن أن نعبر عنها في هذه الحالة بتركيز المادة بالهواء المستنشق وزمن الاستنشاق. لو فرضنا مثلا نريد أن نعرف الكمية أو التركيز الذي يؤثر على فيران التجارب، التركيز الذي يؤثر على فيران التجارب أو على أحد أو على المستخدمين من البشر، فإن هذا التركيز يتم استنشاقه عن طريق الأنف الانهيليشن، ويتم حساب التركيز بمصطلح LC، بمصطلح LC lethal concentration، ال اختصار الليثل ميت، السي اختصار الكونسنتريشن. هذا المصطلح ال سي اللي هي الليثل كونسنتريشن يتم استخدامه فقط في تركيز المركبات الكيميائيه الغازيه، في المركبات الكيميائيه الغازيه او في الاوساط المائيه، او في الاوساط المائيه نهر بحر، فيتم مصطلح اللي هو الليث الكونسنتريشن تركيز المادة الغازية، أو أن يكون في أوساط مائية. أهم مصطلحات الجرعة اللي هي الدوز، ملي جرام الكيلو جرام، ام جي على كي جي، ملي جرام الشريحة المائلة هي لكل، تفسر على أساس أنها كلمة لكل، ملي جرام لكل كيلو جرام هذه شرحناها سابقا، ملي جرام لكل كيلو جرام لكل دي، يعني ملي جرام لكل كيلو جرام في اليوم، في اليوم. ملي جرام اللي تحت منها ملي جرام لكل كيلو جرام 6 اتش ار معناها 6 ساعات، اتش ار اختصار اور، 6 معناها 6 ساعات. هذه بعض انواع المصطلحات المتعارف عليها. ملي جرام لكل كيلو جرام بادي في الاريا في الدي، ملي جرام كل كيلوغرام هذه وحدة الجرعة، البادي هو للكائن الحي، اريا مساحة، مساحة محددة، دي اختصار دي يوم، فمعناه نستطيع أن نفسر هو ملي جرام لكل كيلوغرام للشخص العادي في مساحة معينة في اليوم. هذه الرموز معناها ملي جرام لكل كيلوغرام للشخص معين في اليوم. اللي تحت منها ملي جرام لكل كيلوغرام بادي ويت اللي هو من وزن جسم الكائن الحي، وزن جسم الكائن الحي، ملي جرام لكل كيلو جرام بادي ويت هو وزن جسم الكائن الحي. المينتس او الام وهو الدقائق، اختصارها الام كابيتال. بالنسبه للساعه الاورز اختصارها الاتش،
كابيتال. الدي كابيتال اختصار للديز ايام. الدبليو كابيتال اختصار للويكس اللي هو اسابيع. الواي اختصار ليرز اللي هي سنوات. والانترميتنت اختصارها الحرف الاي كابيتال. وكنتينيوس اللي هو مستمر، وفي بعض العلاجات التي تحتاج ان تكون مستمر تحت العلاج. هذه الاختصارات المتداوله في علم السموم، وخصوصا في الدوزز، في معرفه الدوزز التي تعطى للاشخاص المرضى او التي تعطى في حالات التجارب او في للحيوانات تحت التجربه. نتوقف الان ونستكمل ان شاء الله في المحاضرات القادمه.